الناس كلها اللي مهتمية بما يسمى بصفقة القرن. أنا عايز بس أقول لكم إن حصل تطور بسيط كده، أنتوا عارفين إن الصفقة لم يتم الإعلان عنها لغاية دلوقتي، وكان في واحد اللي هو مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط اسمه جرين بلات. جرين بلات استقال من يومين ثلاثة، قال أنا يعني كده كويس قوي، وعلى فكرة ده استقال قبل أيام من الإعلان عن صفقة القرن، فطبعا ده يقدر يقول لكم الصفقة كانت عاملة إزاي. جرين بلات ده كان المحامي بتاع العقارات بتاع الرئيس ترامب. المهم لما مشي جابوا مين؟ جابوا شاب، على فكرة جرين بلاد ده كان يهودي، جابوا شاب مكانه عنده 30 سنة يهودي برضه تبع كوشنر. فسألناهم يا جماعة الراجل الجديد ده أخباره إيه؟ يعني اللي عنده 30 سنة ده يعرف إيه عن الشرق الأوسط؟ قالك والله ده اللي كان بيوضب المواعيد وبيجيب القهوة لكوشنر، دي خبرته في السياسة ودي خبرته في الشرق الأوسط، ده اللي كان بيجيب له القهوة. فعشان تعرفوا بس صفقة القرن ماشية ازاي، الشاب الجديد الحليوة اللي هو جايبينه ده اللي عنده 30 سنة، طبعا ناس كتير يقولك وإعطاء الفرصة للشباب، أنا بقول لحضراتكم ملهاش علاقة بشباب، الراجل ما عندوش أي علاقة بالشرق الأوسط ولا أي علاقة بالسياسة ولا أي حاجة، كان بيجيب القهوة لجاريد كوشنر. فعشان بس تعرفوا صفقة القرن جاية منين ورايحة فين، فيعني بس حبيت حضراتكم بسرعة كده تعرفوا هذا التطور السريع.